الشيخ رباح المتيجي والقصاص بالحاج محمد العطافي وعبد القادر الخميسي. وشيدني نحب من لا يبغيني وشيدني بويت للفضة بنحاس وشدني وويل في اللي ينقرني وشدني بوح سري للجساس وشدني وويل في اللي ينقرني وشيدني بوح سري للجساس وشيدني عوية يهد اللي يخدعني وشيدني خوية يلطي القرع والكاس وشيدني خويا يلط القرع والكاس عيني هي يسبعب ضري ومحني تحميني للبلع وتدفعني للباس القلب الموهبول حنق ويدني انسى يا طريقة يا صواب ضربه تتلاس يصرى لكيما يصرى لابن العباس نحكي لكم ما يا ذا صرى لي لحب وب عيني هي يا سباب ضري وهوسي من اللي كنت يا صغير حتى راسي شاب وانا يا في المحان غايس وقاسي فرقت لي وخايبتي واللي اقرب اللي بهم كان متونغ راسي اللي بهم كان متونا غرصي عيني نوحي على فرقة الأحباب يبكي عيني على فرقة نسي أظن اليوم راح أخوتي خياب يلي بديرو صديق يظهر جاسوسي ضاري بكري فصفر عنده من زيك وعنده من التورك ديال الهيل في خاطر عبد القادر الزبوزقي وناس الخميس وحميد الرسوفات وفي خاطر خونا الجيلاني بن كريم وناس العطاف صحا أظن اليوم راح أخوتي حياد ياللي تديرو يا صديق يظهر جاسوسي لللللللك ابن سيدي يصرى لك ما يصرى لابن العباس مليحة للغريب في بلدان الناس